والله يا سيدي، يعني شر البلية ما يدمي القلب عندما نشاهد هذه المناظر وهذه الفاجعة التي حلت بالعراق منذ 14 عاما. يعني أن نحن نرى الموصل وشاهدنا أفلام عن الموصل كيف هدمت وكيف دمرت، والثلوجة والرمادي، وهذه المدن التي اجتاحها داعش بحجة اجتياح داعش وبحجة محاربة الإرهاب تم تدميرها ومحوها عن بكرة أبيها. الآن هذه المناظر وهذه المشاهد التي نراها في مدينة الصدر وفي الديوانية وفي السماوة وفي البصرة، هذه لم يدخلها داعش. لا توجد فيها أي أبسط الخدمات، لا توجد فيها بنى تحتية، لا توجد فيها، يعني نحن شاهدنا وتنشر، يعني ما نشر عن العراق وما قيل عن العراق من فيديوهات ومن يوتيوبات ومن صفحات التواصل الاجتماعي لن يشهد له التاريخ مثيل في 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 كل حلقاته منذ العصور ما قبل الحجرية وحتى هذا اليوم. ما يجري في العراق يا أخي تدمير منظم، شركاء هؤلاء المجرمون الذين جاءوا على بعد خلف غبار الدبابات الأمريكية يشاركون مشاركة فعلية بتدمير وإعادة العراق كما وعدهم جيمس بيكر سيدهم عام 1991 عندما قال سوف نعيد العراق إلى القرون الوسطى، وهذا ما نراه هو هذه القرون ما قبل الوسطى. وإلا يعني ليسأل العراقيون يسألوا أنفسهم، يعني هل يعقل بلد دخلت ميزانيته أكثر من 1000 مليار دولار وألف مليار دولار تم سرقته داخل العراق من بنى تحتية ومصادرة أملاك الناس وأراضي الناس وبيوت الناس، مليار مليار تريليونين دولار تم هدرها وتدميرها. هذا حال العراق بعد كل هذه الأموال التي هدرت وصرفت.